لن نسقط في خطأ الاستفزاز. أولا نحن في فريق الاتحاد المغربي للشغل أكدنا أساسا للبرنامج الأوروبي من خلال رئاسته في الكلمة التي تقدمنا بها بأن أي كان داخل أوروبا وداخل رادهات برنامج الأوروبي لا يمكنه أن يتزايد عنا ويزايد عنا فيما يخص الدفاع على حقوق الإنسان بشكل عام بما فيها حقوق الطبقة العاملة. هذا ثابت وراسخ ومعروف في كل مواقف الاتحاد المغربي للشغل منذ النشأة والتأسيس إلى يومنا هذا. لكن لن ننسى وذكرناهم بأن الاتحاد المغربي للشغل هذا ما يميزه داخل الحق النقابي المغربي أنه تنظيم أسس من أجل المغرب ومن أجل استقلال المغرب ومن أجل وحدة المغرب ومن أجل المصالح العليا للمغرب. لما وضع جدودنا النقابيين وضعوا في الاختيار ما بين الترخيص لهم بتنظيم نقابة أو الشيء آخر رفضوا وقالوا سننتزع هذا الحق بأيدينا ونحازوا إلى الدفاع على استقلال المغرب وعودة الملك الشرعي إلى 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 عرشه. هذه توابيت تاريخية. من داخل هذا المنطلق اعتبرنا على أن هناك وهذا يبان بالملموس جليا على أن هناك أوساط وراء الستار كانت موجودة وراء الستار قبل وإبان اتخاذ هذا القرار. كانوا يحركوها الغاز لأوساط لها عداء تاريخي إلى المغرب، فعوض أن تتخذ مواقف حيال الوضع داخل مخيمات تندوف الحمادة مخيمات الويل والعار أصابها الدوخان ووجهت هذه القرارات ضد المغرب. والحقيقة أن الذي يغيزها هو أن هذا المكان الدولي اللي أصبحت عند المغرب من خلال اختياره شركاء اجتماعيين جدد بالإضافة بطبيعة الحال إليهم اللي عندهم مكانة قوية على المستوى الدولي واللي تتعزز المكانة الدولية تاع المغرب في اتخاذ أي قرارات وداخل المنظمات الدولية. كذلك التواجد المغربي داخل إفريقيا للعلاقات اليوم المغربية الإفريقية والإفريقية المغربية باعتبار أن المغرب هو جزء من لا يتجزأ من إفريقيا. هنا علاقات رابح غانيا وغانيا والمغرب يشتغل مع إفريقيا ولصالح إفريقيا باعتباره بلدا إفريقيا. هذا الاختيار أجعز بعض الأوساط التي كانت إلى الأمس القريب تظن أن لها وصاية على القارة الإفريقية وصاية على خيراتها الاقتصادية والبشرية وثرواتها بشكل عام بالإضافة إلى هذا الإشعاع الدولي اللي حقه المغرب في كأس العالم الأخير في قطر وأمور أخرى بدون شك كونت تراكمات التي أحرجت هذه الأوساط. فعوض أن تستغل القنوات المتواجدة بين البرنامج الأوروبي والبرنامج المغربي للطرح أي ملف من الملفات اتخذت هذا سياسة الهروب إلى الأمام تظن بأنها ستضعف المغرب وتظن بأنها سوف تفكك الجبهة الداخلية، ولكن العكس هو الذي حدث أن الجبهة الداخلية ازدادت مكانة وتزداد كذلك ارتباط وقوة وأن مكانة المغرب الدولية تزداد أكثر مما كانت عليه. واتخذ اليوم برنامج المغربي قرار مهم مفاده هو أننا نقول البرنامج الأوروبي عليك أن تراجع سياستك وسلوكك اتجاهنا وعطينا واحد المساحة للتأمل أي علاقة يريد مع المغرب من خلال مؤسساته الدستورية ومن بينها برنامج المغرب. هيئة مهنية منتخبة استنكرت بشدة هذا القرار.